السلام عليكم متتبعي شوف تي في مباشرة من مدينة برشيد. معنا واحد الحالة اجتماعية ديال واحد الزوج اللي كيشك في المرض ديالو عن طريق مكالمات هاتفية، وتقدم واحد مجموعة من شكايات السيد وكيل الملك ابتدائي برشيد وطالب بإجراء واحد الخبرة جينية على الأطفال ديالو. غادي يحكي لنا شنو واقع. تفضل السي الزيتوني. السلام عليكم. اولا كنشكر شيف تي في على هذه الاستضافه. انا اولا كنت مزوج بهذه المراه على سنه الله ورسوله. شحال عندك مع ديال الوليدات؟ عندي جوج، وخرجت باش خرجت من عندي خرجت حامله. دابا ما بقيتش شفتهم من 2018 باش خرجت. دابا ما شفتيش الوليدات؟ لا، ما عمرني شفت وليداتي. ما عرفتهمش انا. الوليد ضاعوا، ما عرفتهمش انا فين كاينين. دابا اصلا هي اصلا راه بنت الليل. دابا هي في هنايا في برشيد خدامه في القهاوي وداكشي، والولاد راهم في مع دار جدهم. باش عرفتي السي الزيتوني كتخونك؟ عن طريقة التسجيلات، مكالمات هاتفية. درت كنت مبرزط قبل كنت مبرزط بهادشي. مؤخرا درت تسجيلات ديال الصوت في التليفون، اكتشفت بلي انها تهضر مع العاصق ديالها اكثر من مره. اكثر من مره وهي كتكلم معاه. ملي انا ملي تجيني مكالمه تنجاوبو في الهاتف، ملي تنجاوبو انا ما تيهضرش. تيبقى طارق ليا الابيل ولكن ما تيهضرش. يخلي هو مطلعش لي النمره، غير ندير بريبي. نعم. درت امبليك خدمتي بشي كاين سيد وكيل الملك، ودارت واحد الاجراء قضائي استطاعوا انهم يتعرفوا على هاد السيد والتسجيلات ديالو، وجبدوا لك الرقم ديالو هو ديال الرقم الهاتفي. عطاو لي المركز الترابي، المركز القضائي، المركز القضائي دار الملك برشيد، دار المركز القضائي. عطاوني النمره ديالو. قال لي هذا السيد اسمه محمد القسماوي من مدينه من اقليم جديده. نعم. قال لي راه تيتكلم، هذا هو صاحب الرقم. جابوا تسنتوا لي، خذوا الاقوال ديالو. ايوا صيفطوا، ما درنا لا مواجهه لا والو. غير من خلال انه التفريغ ديال المكالمات الهاتفيه كنلقاو ان الصوت ديال الراجل كيقول الو، الصوت ديال المراه كي دايره لاباس عليك، فين غادي يمشي، خليته يمشي ونجي نشوفو، نجي نشوفك، انا توحشتك. يعني مجموعه من الامور اللي هذا الحوار اللي كان داير ما بين هاد الزوجه ديال هاد السيد وما بين العشيق ديالها. من بعد السي الزيتوني ملي تقدمتي بشكاية السيد وكيل الملك، فين وصلت الامور وطالبتي باجراء خبره جينيه على الاطفال ديالك؟ طالبت على الخبره الجينيه باش نتاكد من هذوك الاولاد. ما بغاش الضحايا، ما بغاش يمشوا ضحايا وداكشي. ما نتاكد منهم مش ولادي ولا مش ولادي اولا. نعم. خذ راحتك السي الزيتوني، تكلم. المهم انا بغيت نعرف واش ولادي، ولا بغيتش نضيعهم. سجل الولد دابا راه في عنده الاول ديال الدراسه. نعم. سجلته في باش يدخل في المدرسه. نعم. ما داتوش، ما قراتوش، ما والو. ما قراتوش؟ لا، ما قراتوش، ما عرفتش. المهم راه عنده السن. عندك الرغبه على اساس انك بغيتي عندك رغبه على اساس انك بغيتي تسجل هاد الوليد. انا ما بغيتش نضيعو، واحد مسجل عندي في الحاله في الوثائق في الحاله المدنيه. انا ما بغيتش نضيعو، انا ولو سميتو انا ما بغيتش نضيعو. انا مسجل عندي، ما بغيتش نضيعو، بغيت نخليه باش يقرا. اذا خالته جدو تقريبا نفس السن دخلوها تقرا، وهو ما مع جدو سارح، غير مخلينه سارح لهم البهايم وداكشي تما. كاين في العروبيه؟ في العروبيه، وهي راه بنت الليل، راه في هنا في برشيد، راه مره خدامه في القهاوي، مره تتبان ديما تتبان ليا مع هذا العاشق ديالها اللي كانت معاه. ولكن ما صاب ملي ما داروا معايا والو المحكمه، راني تنشوفهم معاه مع ديما مقدمه يدار. ما داروش معاك المحكمه شي حاجه؟ انا طالبت بخبره، خبره جينيه على الاطفال، خبره ديال الصوت اولا. طالبت بخبره ديال الصوت. قال لي حق راه مشات الرباط، ولكن ما عطونيش بان راه مشات ولا شي حاجه. ما عطونيش حتى شي رقم ديال الارسال باش مشات للرباط ولا شي حاجه. تيقول لي راه مشات وصافي. غير ملي جات قال لي راه مشي صوتها. ايوا دفعونا داك عند المحكمه. قال لك راه هذا الشيء راه وشايات كاذبه، شي راه وشايات كاذبه. قال لك وشنو كتقول في التفريغ ديال هاد المكالمات اللي ما بينه وبينها؟ يعني الا كانت وشايه كاذبه، يعني هالمكالمات هي عندها واحد طابع جنسي. طابع جنسي. والمكالمات انا ماشي انا اللي عطيتهم ليهم، الجندار مشاو جبدهم من اتصالات.
من مركز الموزع الالي ديال الاتصالات. هما باش عطاو، هما جابوا النمره قال لي النمره ديالو هي. وما فكرتيش انه طلقها؟ انا بغيت نبان لي حقي، ولكن مطلق من بعد. يعني انا شوف يعني من بعد انه ملي اكتشفتي الخيانه الزوجيه ما بقاش كتبان لك، ما بقى بان لي، ما بقى بان لي والو. انا اصلا تضررت نفسانيا ومعنويا. ودابا كيفاش الحاله النفسيه ديالك اسي؟ الحاله النفسيه ما ماشي حتى اللي مشي مره، ما بقيت تلفتني على كل شيء، ما بقيت خدام اجلس دابا، ما بقيت خدام ولا تلفتني على كل شيء. يعني ما بقيتي كتشوف حتى شي حاجه اخرى؟ ما بقى بان لي والو. تنفكر اكثر هي في هذا الموضوع، وتنشوف انا اصلا ملي اتجهت للقضاء، ما القضاء ما مش شفت، ما شفت منه والو. سي زيتوني يعني الميل فين واصل دابا حاليا؟ الميل دابا حاليا فين واصل؟ يعني ديال هاد الامور من بعد انهم ما داروا معك حتى شي حاجه، ما التجأتي شي جمعيات حقوقيه ولا شي حاجه؟ لا ما التجأت حتى لحاجه. شنو الرساله سي زيتوني اللي انك تبلغها عبر هذه القناه تشوف تي في؟ شنو الميساج ديالك اللي تبلغيه؟ يعني شنو باش كطالب؟ تنطالب انا بلي انا دير تحقيق انه دار تحاليل ديال الخبره الجينيه للاولاد وخبره ديال الصوت. انا طالبت بخبره ديال الصوت مضاده. نعم. قالوا لي لا ما يمكنش، وشيات كاذبه وداك الشيء. ما عطاونيش بلي انا راه مشيت. دابا هذا هو المشكل، ما عطاونيش باش بلي انا الدرك ديال برشيد، ما عطانيش بلي انا راه مشيت لمركز القضاء. ما عطاونيش بلي انا راه مشيت للرباط ولا سميتو. ملي دفعوا هذاك دازت في المحكمه قال لك لا هذا الشيء راه وشيات كاذبه وداك الشيء. هذا الشيء اللي داروا انا ما قبل لي والو اصلا. دابا باش كطالب السي الزيتوني يعني شنو فتح تحقيق؟ فتح تحقيق في هذا الملف بينه بين الصوت ديالها وهو هذا السيد اللي تتهضر معاه محمد القسماوي اللي من مدينه اقليم الجديده. هو من اقليم الجديده، راه هو متزوج وعنده اربعه اولاد. المشكله نبغي التحقيق في هذا الشيء، لان هذا الشيء ما انا تاثرت بزاف نفسانيا ومعنويا وجسديا. انا اصلا تلفتني على كل شيء. دابا كطالب باجراء التحاليل على هاد التحاليل، طالب باجراء التحاليل على الاطفال بيد الاطفال، وداك الخبره اللي هي ديال الصوت ومع ذلك اللي تتهضر معاه. كنشكركم متتبعي شوف تي في مباشره من مدينه برشيد مع الحاله الاجتماعيه ديال هاد الزوج اللي كيشوف الزوجه ديالو في الخيانه ديالها مع شي سيد اخر، وكيطالب باجراء خبره جينيه على الاطفال ديالو. والى اللقاء متتبعي شوف تي في مع حاله اجتماعيه جديده.